تماما. المعارضة الموجودة، المعارضة لهذا النظام هم العناصر والناس اللي الثورة قامت ضدهم. عناصر بتاعت الإسلاميين دي المعارضة، ودي الثورة قامت ضدهم، ودي ما جزء من الثورة. دي ما جزء من الثورة، الثورة قامت لأنه دي كانت هم الحاكمين البلد دي 30 سنة. وهم نحن نعتقد أنهم دمروا هذا الوطن. طيب أن يستفق صديق اسمعني، لا حقيقة هم عندهم الحق، ما في زول حيقول يمنع الناس لمباشرة نشاطهم السياسي. نحن ملتزمين بوثيقة حقوق الإنسان، أي سوداني مهما كان رأيه وعنده مطلق الحرية في عمل تنظيمه يباشر نشاطه السياسي، يدعو لما يؤمن به. والشعب السوداني هو الحكم، هو اللي يتقبل حكم الإنسان. هكذا ترسخون لعملية ديمقراطية حقيقية نعم. تصبحوا لأحزاب كانت لسنوات طويلة في الحكم وثار ضدها الشعب الآن تصطف على المعارضة وأن تباشر حياتها السياسية. هي حتكون قاعدة في المعارضة وحنكون عندها مطلق الحرية بأنها تعارض، تعمل ليالية سياسية، تعمل مواكبة، تعمل جرائدة، تدعو لرؤاها، لأنه ده حق طبيعي. الحق بتاع حق حقوق الإنسان في التعبير عن الرأي حق يكفل لكل الناس. حتى مختلف قلنا مثل الثورة قامت ضدهم، عندهم الحق يعبروا عن رأيهم. هم كانوا بيمنعونا عن التعبير عن رأينا، هم كانوا بيعتقلونا، هم كانوا بيحاكمونا على رأينا. ما في زول بيحاكم على رأيه، الرأي ده ما بتحاكم الشخص عليه، انت بتحاكم على فعل معين ضد اللي يرتكب جريمة في حدود القانون، ده اللي بتحاكمه، لكن ما بتحاكم على رأي. الرأي ده حق مقبول لكل الإنسان، ونحن مسلمين من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ده في القرآن. يعني الحرية، ربنا أدى الحرية دي لكل الناس. الزول يختار الطريقة اللي عايزه، يختار رأيه، ما في زول بيعاقبه، ما في زول بيحاسبه. الحساب في الآخر بتاع يوم القيامة ده حق الله، ما حق الناس، ما حق البشر. لكن ما في بشر عنده الحق يحاكم زول على رأيه أو دينه أو كده. بعض الشخصيات التي كانت على سدة الحكم، أستاذ صديق، وبعض الأحزاب التي كانت في الحكم وأصبحت الآن في حكم المعارضة، رحبت بتولي الدكتور حمدوك رئاسة الوزراء. كيف يمكن قراءة هذا الواقع السياسي؟ والله أسألهم ما أنا طيب. يعني ممكن تجي تسألك مع العمر تقول لي أنت رحبت بالحكومة.